مرحبا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من قناة الرحال. جايينكم اليوم بحلقة جديدة أو شرح جديد حول السكترات، سكترات اليوبي أنتي بالبث. طبعا عندنا هذا السكتر اليوبي أنتي مثل ما جاي يشوفون بالصورة، ما عليكم، هاي قاعدة الأس أم عندنا بيها صيانة وتصليح، فتحناها. أكو شغلة كلش مهمة أحب أنوع عليها، وشغلة مجربة وطبيعية ومية بالمية أنا أنطيكم بيها ضمان وعلى مسؤوليتي. عندنا هذا السكتر، دائما يعني لما نصب السكتر نلاحظ الزاوية يخلوها بهالاتجاه، يعني يخلون السكتر بهالاتجاه، واغلب الاحيان يشوفونه هيك، يخلونه هيك شافه بهالصورة. زين، طبعا انا ما انصحكم بهاي الطريقة، انصحكم هاي الطريقة صح هو راح يشتغل طبيعي، بس راح يشتغل بس للقريب بحيث النانو البعيد، وخاصا يعني اصدقائنا الوكلاء اللي بالمناطق الريفية، المناطق اللي ما بيها نويز وما بيها بنايات عالية. انصحكم جدا بهذا الطريقة، دائما حاولوا تصعدون سكتراتكم تشيكون زاوية السكتر. هسه عندنا هذا السكتر زاويته يعني راح تلقونه بالبرج، يا اما هيك بهالصورة يا اما بهالصورة، هيك شافي. انا انصحكم تحركونه للاخير، يعني تخلون هنا هيك بضع هيك سنتيمات سنتيمات بسيطة، بحيث تخلي السكتر هيك شافي بهالاتجاه، يعني ما تخليه مدنك مدنك ليه جو، يعني ما تخليه مدنك هيك ولا تخليه عدل، هو راح يشتغل طبيعي. راح تسالني يابا عندي انا ومشتغل واشارات طبيعيه، زين انت جرب جرب ايش فيه وراح تشوف فرق بال يعني فرق بالعشر درجات بالاشاره، يعني اذا اشارتك كانت بال 65 عند المشترك البعيد راح تجي تلقيها بال 55، بالخمسينات راح تلقي الاشاره. زين، هاي الطريقه انا مجربها بكل سكتراتي وبكل ابراجي، يعني بحيث اجي للسكتر يعني اول ما النصب يعني نجيب عمال الصيانه عمال التنصيب ينصبون، او يعني واغلب الوكلاء اللي نروح نسوي لهم يعني نصعد لسكاترهم مرات، يا اما صيانه او تبديل القطعه، نلقى السكتر يعني هيك شادينه الى بهالطريقه او عدل. زين، وجاي يعاني يعني يعاني من المشتركين البعيدين، يعني يجي للمشترك البعيد يلقى اشارته معلقه، اذا مشترك 5 كيلو متر بالمناطق المفتوحه 6 كيلو متر تلقى اشارته بال 70، صح هو يعني ياخذ خدمة طبيعية بس راح اشوف اشارته عالية. جرب تخلي السكتر بهالاتجاه، يعني تشفيه هيك شوي للاعلى، يعني مو كلش تقفل للاخير، خليه بهاي وراح تشوف كلش فرق بالاشارة، يعني خليه هيك خلي شوية شافي اللي فوق، يعني راح ينطيك بث كلش حلو واشارة كلش حلوة للقريبين وللبعيدين. جربوها وانطونا رأيكم، ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، وراح نترك لكم العفو نترك لكم ارقامنا اسفل الفيديو، اذا عندكم اي استفسار او يعني حول البرمجة او الصيانة تقدرون تتواصلون ويانا عبر الارقام اللي راح نتركها بالوصف مال الفيديو. وبالنهاية لا تنسونا بدعمكم للقناة من خلال وضع اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.